الاستاذ وليد مهدي مدير اداره المباريات بالنادي الاهلي هيكلمنا على الاجتماع الفني اللي كان النهارده قبل صلاه الجمعه والتفاصيل الخاصه بهذه المباراه. استاذ وليد برحب بيك. مرحبا بك يا امير، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وكابتن ميدو، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. كلمنا بقى عن الاجتماع الفني، النادي الاهلي هيرتدي ايه، فريق الرجاء هيرتدي ايه، قول لي برضو دخول الجمهور المصري بالتحديد هيكون ازاي، كل التفاصيل قولها لي. والله هي بالنسبه لكل الامور الفنيه والخاصه في الاجتماع دي، طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره هو كان متواجد وكان بيرأس الاجتماع مع كابتن سمير عدلي وكابتن ماهر، وانا بالنسبه للجزء الخاص بس بالجمهور او اللي موجود، جمهور مصر اللي موجود هنا في المغرب، احنا حددنا له زي المعامله بالمثل، ودي كانت دايما تعليمات مجلس اداره النادي الاهلي بان الدخول بالنسبه لفريق الضيف بجواز السفر، فبالتالي هيكون برضو دخول جواز السفر بجواز السفر المصري، ودي خطوه كويسه النادي الاهلي عملها والحمد لله مشينا كلها في جميع مباريات دوري الابطال الافريقي، وتخصص مدخل 9 والمدرج رقم 17 و19 بالنسبه للجمهور المصري، وده بيسعى لحوالي 2000، وكانت تاكيدات المهندس محمود طاهر رئيس البعثه ان لازم يكون في مكان مخصص للجمهور متاكد عليه، الاستاد الساعه الكليه للاستاد 45000 متفرج. اعتقد يا امير انت شفت اللي حصل في موضوع التوزيع التيكت هنا اليدوي اللي حصل، وشفت حجم الراي العام عامل ازاي، وكان كله بيشيد في اعمال شغب كبيره جدا واضحه، والجرايد كلها اتكلمت، واعتقال واصابات وحاجات كتيره، الحمد لله ما وصلناش. كان كل اللي مزعل جمهور النادي الاهلي في انه ما قدرش يتحصل على تذكره مباراه النادي الاهلي، ولكن تجربه الاونلاين هي الحل الامثل فعلا زي ما قلناها مرارا وتكرارا. نوصل نرجع تاني لجمهورنا ان شاء الله، والتواجد الساعه 2 هيخش من باب 9 وفي المدرج رقم 17 و19. بالنسبه للصحفيين والساده الاعلاميين تم تسليم كل الاسماء، مبدا المعامله بالمثل، المفروض مستنيين الايديهات بتاعتهم علشان يدوها لنا النهارده ان شاء الله، وده يعني هنشوف في التدريب الاخير مؤتمر الصحفي للكابتن حسام البدري الساعه 7، والتدريب الساعه 8 مسموح برضه باول 10 دقائق لكل وسائل الاعلام. عدد الجمهور المصري اللي ممكن يحضر ان شاء الله هيكون كام؟ والله كل الارقام اللي جات لها لحد دلوقتي حوالي 400 فرد، ولكن المدرج اللي احنا طالبينه بيسعى لحوالي من 1500 ل 2000 زي مبدا يعني المعامله بالمثل، ولكن ده التاكيدات اللي جات لنا، بنجمع وبناكد، وتم تنسيق مع الداخليه، وفي اجتماع بالليل النهارده بين السيد مدير شرطه كازابلانكا والسيد رئيس بعثه مصر النادي الاهلي المهندس محمود طاهر، للتاكيد مع طبعا السفاره المصريه، للتاكيد على دخول كل جمهور الاهلي بسلام، ودي مسؤولياتنا، وهم لازم برضو حته برضو ان هو يوصل بدري، حته الممنوعات اللي الشرطه المغربيه اكدت عليها، كل ده كله بالتنسيق مع السفاره بنجمع الاعداد وبنديهم اعداد والدخول بجواز السفر، وده اللي بنرجوه من جمهور النادي الاهلي في كل مكان. طبعا هو بيضرب القدوه والمثل، وشفت التدريب الاخير عمل ازاي، نتمنى يا رب ان شاء الله بكره نفرح جمهور النادي الاهلي باذن الله. شكرا استاذ وليد. شكرا يا امير. طبعا ده كان لقاءنا مع استاذ وليد مهدي كابتن ميدو مدير اداره المباراه. خليني سريعا اقول لك الاجتماع الفني نتج عن ان النادي الاهلي هيرتدي الزي الازرق الخاص بيه، وهو الزي الثاني في المقابل